وصلاً لما سبق، نستمع الآن إلى شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا فيه الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية. ولا بد في الشهادة من أن تكون عن علم بالمشهود به، كما قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكما قال تبارك وتعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. فالشهادة لا بد فيها من علم بالمشهود به حتى تكون شهادة صحيحة معتبرة. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد أن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وقوله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد الذي لا قيام للدين إلا عليها، وهي مشتملة على ركنين اثنين: النفي والإثبات. النفي العام في أولها، والإثبات الخاص في آخرها. نفي العبودية عن كل من سوى الله عز وجل، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، خضوعا وتذللا، رغبا ورهبا، طاعة وتعبدا، كل ذلك لله عز وجل وليس لأحد سواه فيه شركة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله إلا الله، ولا يقبل من العبد التوحيد إلا بهذين الركنين: النفي والإثبات. تنفي العبودية عن كل من سوى الله، وتثبتها بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده. ولهذا قال عقبها: وحده لا شريك له. وقوله وحده لا شريك له فيه تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد عرفنا أن لا إله إلا الله قامت على ركنين هما النفي والإثبات، ولما كان هذا المقام أشرف مقام أكده بقوله وحده لا شريك له، فإن في قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، وعليهما قامت كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومعنى هذه الكلمة أن نخلص العبادة لله تبارك وتعالى، أن نعبد الله عز وجل وحده، وأن لا نعبد أحدا سواه، أن نخلص الدين لله تبارك وتعالى. هذا هو معناها، كما نقول يوميا عقب كل صلاة ودبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالمسلم كل يوم عقب كل صلاة يهلل أن يذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله مضموما إليها ما يبين معناها ويوضح دلالتها. فلا إله إلا الله معناها أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، كما نقول ذلك في تهليلنا دبر كل صلاة. معنى لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. ثم قال رحمه الله:
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. فهذا فيه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. أما العبودية فهو أكمل خلق الله عبادة لله، أكمل خلق الله عبادة لله، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كمل مقام العبودية وتمم مقام الطاعة، فكان أكمل الناس عبادة. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فأتقى الناس لله وأعلم الناس بالله تبارك وتعالى، وأكمل الناس قياما بطاعة الله عز وجل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لعباد الله المتقين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام أسوة لأنه كمل مقام العبادة وتمم مقام الطاعة. فلا يشاء المسلم بابا من أبواب البر وسبيلا من سبل الطاعة إلا ويجد في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والإمامة في ذلك كله، لأنه كمل مقام العبادة لله. وليس في عباد الله من هو أعبد لله منه صلوات الله وسلامه عليه، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الشهادة له بالرسالة أنه مرسل من عند الله، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن المعلوم أن مهمة الرسول إبلاغ كلام مرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. فنحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، بلغ البلاغ المبين وأدى ما أمره الله تبارك وتعالى بإبلاغه على التمام والكمال، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وقد قال الله تعالى في القرآن: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذه الآية تدل على أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن نطيعه صلى الله عليه وسلم في أوامره، وأن ننتهي عن نواهيه، وأن نصدقه صلى الله عليه وسلم في أخباره. لأنه صلوات الله وسلامه عليه جاء بأمور ثلاثة: جاء بأوامر، وجاء بنواهي، وجاء بأخبار. فإذا قال المسلم: أشهد أن محمدا رسول الله، فإنه يجب عليه أن يطيعه فيما أمر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. وفي قولنا: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، توسط واعتدال بين أهل الغلو والجفاء. وإلى هذا التوسط أرشد صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى التوسط والاعتدال، التوسط بين الغلاة والجفاة، بين أهل التفريط والإفراط، بين أهل الزيادة والنقصان. والله تعالى يقول عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا،
أي شهودا عدولا لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. ومن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله محققا معنى هذه الشهادة فإنه بذلك يكون على الوسطية والاعتدال. فالشهادة بأنه محمد بأنه عبد الله ورسوله فيها التوسط والاعتدال بين أهل الغلو وأهل الجفاء. فمن شهد أنه عبد الله فالعبد لا يعبد ولا يعطى شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. من شهد أنه عبد لله تبارك وتعالى لا يعطيه شيئا من خصائص الله، خصائص الله لله جل وعلا لا تعطى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فهو عبد لله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، ليس فيه من خصائص الإله أي شيء، خصائص الله لله عز وجل، خصائص الله في ربوبيته، خصائص الله في ألوهيته، خصائص الله في أسماء وصفاته، هذه كلها له سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر عليه الصلاة والسلام من أعطاه شيئا من خصائص الله. جاء عنه صلى الله عليه وسلم الإنكار على امرأة سمعها تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام، غضب وقال: أجعلتني لله عدلا، وفي رواية: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. ولما قال أحد الأسرى الذين جاء بهم إليه عليه الصلاة والسلام قال: إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. قال الأسير: إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. قال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله، صلى الله عليه وسلم قال: عرف الحق لأهله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، العبادة لله جل وعلا. فإذا في قولنا عبد الله خروج من الغلو، في قولنا عبد الله خروج من الغلو في حقه صلوات الله وسلامه عليه. الغلو باطل، نهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الدين وأخبر أنه أهلك من كان قبلنا. قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فقولنا عبد الله هذا فيه خروج من الغلو، والعبد لا يعبد. وقولنا رسول الله خروج من الجفاء، فرسول مرسل من الله عز وجل، يجب أن نعرف مكانته وأن نعرف منزلته وأن نعرف فضله وأن نعرف شرفه صلوات الله وسلامه عليه، وأن نجعله قدوة لنا نأتسي به ونقتدي به ونمتثل أوامره عليه الصلاة والسلام وأن ننتهي عن نواهيه. ففي قولنا رسول الله خروج من الجفاء. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع بعد ذلك في ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل المبينة لمكانة الذكر وعظيم منزلته. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بدأ المصنف
رحمه الله بهذه الآية العظيمة التي فيها أمر أهل الإيمان بالقول السديد بعد أمرهم بتقوى الله عز وجل. قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خاطبهم بوصف الإيمان الذي يقتضي طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالإيمان يتطلب من المؤمن أن يكون متقيا لله، عاملا بطاعة الله، محافظا على أقواله وأعماله فيما يقربه من الله تبارك وتعالى. اتقوا الله، والتقوى الأمر بها أمر بالدين كله، لأن تقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا فإن من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فتقوى الله عز وجل عمل بالطاعة وترك للمعصية على نور من الله، أي على علم وبينة ودراية بدين الله. ولهذا المتقي هو من يعلم المأمور فيعمل به، ويعلم المنهي عنه فيجتنبه. هذا هو حقيقة التقوى: علم بالمأمورات مع فعلها والعناية بها، وعلم بالمنهيات مع اجتنابها والحذر من الوقوع فيها. وهو في كل ذلك راغب راهب، يرجو ويخاف، يرجو رحمة الله تبارك وتعالى ويخاف عذابه. قال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا سديدا، قيل المراد بالقول السديد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا تفسير لهذه الكلمة بأشرف وأعظم ما يدخل فيها. فإن أشرف القول السديد وأعظمه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فلا إله إلا الله هي أفضل القول السديد وأعظمه. ولهذا بعض المفسرين فسر القول السديد هنا بلا إله إلا الله تفسيرا لهذه اللفظة بذكر أشرف ما يدخل تحتها، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقيل المراد بالقول السديد عموم الذكر لله تبارك وتعالى، فيشمل التهليل والتسبيح والحمد وغير ذلك من الأذكار المأمور بها. وقيل القول السديد الدعاء والعناية به، وكل ذلك من القول السديد المأمور به. فلا إله إلا الله هي أشرف القول السديد وأعظمه، وذكر الله تبارك وتعالى هو خير ما تشغل به الأوقات وتمضى فيه الأنفاس، والدعاء منزلته ومكانته عند الله عظيمة، وهذا كله من القول السديد. وليس القول السديد محصورا في هذا، شغل الأوقات بمدارسة العلم ومذاكرة مسائله هذا من القول السديد، والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا من القول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. لاحظ ملاحظة مهمة هنا، أن صلاح العمل وزكاءه مترتب على صلاح القول، مترتب على صلاح القول. فإذا صلح قول الإنسان صلح عمله. ولهذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك. وتأمل جيدا قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما نحن بك، أي باللسان، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فالأعمال صلاحها منبن على صلاح الأقوال، فإذا صلحت الأقوال صلحت الأعمال. ولهذا رتب صلاح العمل على سداد القول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم. وكثير من الناس لا يبالي بمنطقه، لا يبالي بكلامه، بل لا يعد كلامه من عمله الذي سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان شأنه خطير، اللسان شأنه خطير. وكان بعض الصحابة يمسك بلسان نفسه ويقول: والله ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. فاللسان يحتاج إلى رعاية وصيانة، وأن يحفظ الإنسان لسانه بالقول السديد والكلام المفيد الذي يكتب له ولا يكتب عليه. فإذا صان لسانه وصلح لسانه صلحت أعماله بإذن الله تبارك وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانتك على كل خير، وأن يعيننا على قيام هذا الشهر وصيامه، وأن يستعملنا فيه بطاعته وما يقرب إليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.